في مباراه النهارده. فانت الهلال ما تلومش الا نفسك، انت فرطت اغلى مباراه كانت في التاريخ بالنسبه لك. كنت هتيجي النهارده تحصيل حاصل، وكنت هتيجي بقى تتفسح النهارده وتروح الاهرامات وتنزل النيل اللي عندنا عندكم ومفيش اي مشكله يعني ربنا بيحب الاهلي وجمهوره كابتن. ما احنا بنقول لك بقى انت ما تلومش الا نفسك، انت حطيت نفسك قدام القطر بحته ضياع ضربه الجزاء دي، ما تفكرش ان انت تيجي تكسب الاهلي هنا في وسط جماهيره. ما تقروش التاريخ يا كابتن من خلال تصريحاتهم. سيبك يقروا التاريخ، ما يقروش التاريخ. انت كل العوامل بتصب في في مصلحه النادي على ارضه، واخر ماتش وماتش فايز. لا وبعدين اقول لك على حاجه، هو انت تتخيل مثلا ان انت تيجي تتعادل معانا او ان انت تيجي تكسبنا وما كانش خلي بالك هو كان عنده فرص كتير، اي ما تعادل او يخسر 2-1 او يخسر 3-2. بغض النظر يا انت فاهم، بغض النظر انا بكلمك على ان انت فرطت فيها هناك. خلاص انسى. انا 1-0 النادي الاهلي يوصل، 2-0 النادي الاهلي يوصل، 3-1 النادي الاهلي يوصل، فانت الاهلي مش هيفرط فيها. صح. لان لو فرط فيها كل ده يمشي. مجلس اداره مع لعيبه مع بقى جهاز فني كله بقى، انت فاهمني؟ لان ده جت من عند ربنا. يعني جت من عند ربنا، وربنا اداك نعمه، والجمهور كان موجود كمان بيساندك. لا انا اداك نعمه ما تفرطش فيها بقى. وبعدين ده ماتش على ملعبك، انت عارف امتى بقى تقلق؟ لو كان الماتش التاني هناك في السودان. صحيح. طبعا هتلعب في الوقت اللي هو بالنهار، اللي هو الظهر ده. لا بس كان برضه في رمضان، ما تعرفش كانوا هم بيفكروا ازاي؟ صيام. لا هيلعبوك كده. ما بص، ما دلوقتي يعني انا هيبقى في صالحي ان لعبك في الوقت ده اللي انت تبقى متضايق منه. مش انا، هم اللعيبه. ايوه لعيبه الاهلي يعني برضه مش متعوده. بيديني ميزه. انا واخد على الجو، واخد على الطقس، واخد على الملعب، واخد على وبعدين مفيش جماهير، انت فاهمني؟ فكل الحاجات دي كانت هتصب في مصلحه الهلال لو الماتش التاني هناك. انما انت خلاص بقى، انت فرطت فيها هناك، ما تلومش الا نفسك. فانا بقول لك انا النهارده مبسوط كل الانبساط، مش عشان الاهلي كمان كسب، لا ده عشان 50,000 متفرج كانوا في الاستاد. طب احنا بعد كده هل هنشوف بقى الاستاد مليان في كل ماتشات بقى، سواء منتخب مصري، اهلي، زمالك، بيراميدز، هل هنشوف الكلام ده ولا هي دي بس؟ تمام. لا هو طبعا تجربه حلوه جدا، بس ونجحت بشكل يعني رائع واستفدنا منها. بعد ما احنا عندنا التنظيم كويس وكيفيه، يعني الحقيقه انا صفحه النادي الاهلي او النادي الاهلي من خلال طبعا تنظيمه، ان كان في اتوبيسات موجوده بتوصل الجماهير في مداخل معينه، وابتدوا يعملوا ينشروا الموضوع على السوشيال ميديا فروق. ان في اماكن بتخش لها من اي طريق، روق، حاجات كتير. وربنا تنظيم مهم كابتن برضو. وربنا لو ما في حتى اتوبيسات والجماهير هتاخدها مشي من العباسيه لغايه الاستاد، ما عندهاش مشكله، ما عندهمش مشكله طبعا، بس المهم ان هم يحضروا بالكثافه دي. صح. طيب كابتن